ففي شهر رمضان يفتح الإنسان أبواب قلبه وروحه لتجديد الروحانية وتعزيز السلام الداخلي، حيث يعتبر هذا أو يعتبر هذا الشهر فرصة لتعزيز القيم الروحانية مثل الصبر والتسامح والتضامن، والتي تحفز الفرد على القيام بسلوكيات إيجابية والتعامل بلطف ومحبة بالتأكيد مع الآخرين. ويأتي دور الأهل والمجتمع في زرع هذه القيم في نفوس الأطفال، حيث يمكنهم بناء بيئة تربوية تشجع على التفكير الروحاني وتعزز التواصل الإيجابي. ويلاحظ الكثير من الناس تحولات جذرية في شخصياتهم خلال رمضان، حيث يتأثرون بتجارب الصيام والتأمل والتضامن، مما يسهم في تطوير الذات وتشكيل هويتهم الشخصية بشكل إيجابي. فعن الروحانية في رمضان وتأثيرها الإيجابي في نفوس الناس وتعزيز السلام الداخلي ستكون معنا الأخصائية النفسية أسماء محسن. مساء الخير أستاذة أسماء، وكل عام وأنت بخير وخواتم مباركة يا رب. أهلا وسهلا علينا وعليكم إن شاء الله. نورتينا من جديد في ديوان بلقيس بهذه الفقرات اللي نقول إن شاء الله تعيد الروحانية والسكون على كل من يسمعنا. بس خلينا نبدأ يعني الحديث معاكي عن تأثير شهر رمضان الإيجابي على النفوس، وكيف فعلا يعني يحقق هذا أو كيف نحقق هذا الأثر الروحاني ونخرج بهذا السلام والطمأنينة التي ترتبط بهذه الأجواء المباركة. سبحان الله، دائما احنا لما يعني ناتي على مواسم عباده زي رمضان او الحج اكثر عباره نقولها الحمد لله الذي بلغنا العبادات هذه. صحيح. فتخيلي انه مليار و200 مليون مسلم حول العالم يعيشون هذه الروحانيه كامله، يعني اذا كان احنا في يوم الجمعه نعيش روحانيه، فكيف لما تكون عباده في انحاء العالم كامل لمده 30 يوم الجميع ينتظرها ويكون فيها اتصال بالمصدر. مين المصدر؟ الله عز وجل اللي هو مصدر السلام. احنا في كل صلاه نذكر اسم الله السلام، فانا من فين استمد توازني النفسي؟ من فين استمد السلام الداخلي اللي انا اعيشه؟ استمده من عند الله عز وجل. فدائما العبادات الاصل فيها النفع، الاصل في العبادات الفائده، الاصل في العبادات السعاده. فانا لما اعد العباده كسلوك وكمشاعر وكافكار انا اغلفها باليقين، انا احصل على السلام الداخلي، انا اصل للنتيجه التي ابحث عنها، وهذا ما يسمى في بعيش اللحظة، إنه أنا بالفعل أثناء أداء العبادة أعيش هذه هذا الهدف أو هذا السلام. نعم معنا أستاذة أسماء، فقدنا الاتصال، إذا لا بأس إلا أن نحاول التواصل بك حتى وإن كان على الهاتف. نعيد الحديث. عدتي أستاذة أسماء؟ أيوة معكم. تفضلي تفضلي واصلي إذا. نعم أستاذة أسماء كملي كلامك. أيوة، فتخيلي الآن الصحة الشمولية اللي هي تكلموا عنها في الخارج في أوروبا والدول غيرها، الطب الشمولي اللي يعني يتكلم عن الصحة النفسية وعن التغذية الكويسة ويتحدث عن اليوغا وغيرها من الأشياء، يتكلم لازم إنه يكون عند الناس في توازن في العلاقة مع الله عز وجل. جميل. طيب لو تكلمنا على الأطفال، نتكلم على الأهل، نتكلم على المجتمع، كيف يمكن يعني أن يساعدوا بالأخص يعني الأهالي المحيطين بالأطفال على زرع هذه القيم الروحانية في قلوبهم من الطفولة، ونخلي هذا يعني الأجواء هذه رمضان تكون دائما مرتبطة بهذا الشعور، الشعور السلام والطمأنينة والراحة؟ مواسم العبادة دائما هي مواسم لخلق قيم إيجابية، لخلق سلوكيات إيجابية عند الأطفال. لاحظوا الأطفال يفرحوا يوم الجمعة، يفرحوا في الأعياد، فأنا هنا عندي فرصة أنه أنا يعني أؤثر على ابني، لأن الأسرة الآن كلها في حالة روحانية، في حالة اتصال مع الله عز وجل. أعلمهم التسامح، أعلمهم الرحمة، أعلمهم العطاء، أعلمهم الصبر. يبدأ ابني ينشأ يعني خاصة في المراحل الصغيرة من الطفولة، الطفل يبدأ يتعلم القيم الدينية، وهذه من الأشياء المهمة، لأن إحنا الآن في زمن كله سوشيال ميديا، كله تأثر بالأشياء المادية والصور والفيديوهات والتأثر بالشخصيات الخارجية، فأنا يأتيني فترة العبادات تعمل لي توازن في تربيتي لأبنائي. طيب يعني لو حبينا نسألك عن أهم النصائح اللي ممكن نقدمها لشخص حابب أنه يشعر بهذه المشاعر، السلام الروحي، الطمأنينة، كيف ممكن يستغل شهر رمضان لينتقل هذه النقلة، خاصة نحن نتحدث عن آخر أيام رمضان، العشر الأواخر اللي بتجي أصلا بروحانية مضاعفة في رمضان؟ سبحان الله، الخيل دائما في نهاية السباق تشد الهمة،
والناس يعرف ان هم الان في الايام الفضيله والايام العظيمه عند الله عز وجل. سبحان الله، الانسان لما يفقد بوصلته بالتواصل مع نفسه وفي التواصل مع الاخرين يعرف انه في خلل في العلاقه مع الله. فدائما لاحظي لما احنا نحب ننصح وحده نقول لها صلي، ادعي، اقرا القران، دائما احنا نوجه الناس للتواصل مع الله عز وجل. فاي شيء يعني اي انا اذا ابغى، اذا انا ناويه احقق توازن في رغباتي واهدافي لازم يكون في سعي وتوكل مع الله عز وجل، بالتالي هنا تخف عندي الضغوط. اذا انا حابه اتحكم في مشاعري وعواطفي يكون هنا عندي تسليم لله تعالى، تخف عندي الضغوط وتخف عندي تراكمات النفسيه. انا عندي فرصه عظيمه ان انا اهذب نفسي، اطهرها، ازكيها، ارقيها. وهذا من الاشياء العظيمه انه العبادات هي تعمل لنا ترقيه في حياتنا. هنا يخف عند الانسان تانيب الذات، يخف عند الانسان جلده لذاته. جميل. طيب هذه القيم الروحانية كيف يعني يمكن أن تحفز الإنسان على القيام بسلوكيات إيجابية في حياته وفي هذه الأيام المباركة؟ الله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. معناه أنا أي قيمة دينية سأحققها في حياتي بتأثر على سلوكياتي وبتكون سلوكياتي إيجابية. أي شيء يشترك فيه الهدف رضا الله عز وجل وطلب العون من الله تعالى يكون هذا الهدف محقق وتكون سلوكياتي إيجابية. يعني أنا كل ما كان تعلقي بالله صحيح كل ما كان عندي اعتماد على ذاتي، لأن أنا متصلة مع المصدر اللي هو الله عز وجل. كل ما كان عندي إصلاح علاقة مع الله تعالى حسن تلقائيا سلوكياتي، لأني لن أقبل عن نفسي بسلوكيات الخاطئة، لأن أنا كل ما تقوت علاقتي مع الله عز وجل يصير في متعة في العبادة. واحنا هذا الشيء نفتقده. يعني احنا يعني نركز، احنا يلا نصلي، بس لما يجي موسم رمضان لاحظي ان احنا كلنا ايش نسوي؟ نركز ان احنا نعبد الله ونجيب الدعوات ونعطي فتزيد هذه القيم. انت تقصدي الصبر يزيد، الرحمه تزيد، يعني هذه القيم الانسانيه الجليله تزيد بسبب هذه الاجواء الروحانيه. تزيد هذه الاشياء جدا بشكل كبير، وليش؟ لانه حتى ترددات العباده تاثر علينا، زي الصلاه، الصيام، والناس كلهم اللي حولنا يمارسوا نفس العباده، تخيل احنا نكون في ترددات عاليه، بالتالي حتى اهدافنا تتسهل، وبالتالي نحصل على السلام الداخلي والاستقرار النفسي والتوازن. وكثير استاذه اسماء بيقول انه يعني بيحس انه شخصيته بتتغير بشكل جذري، فالى اي مدى ممكن رمضان بيساعدنا على خلق نسخ لنقول افضل من نفسنا؟ يعني مثلا اسيا هذا رمضان مختلفه عن اسيا رمضان السابق، كيف ممكن نوصل لهذه النقطه؟ شوفي، اذا كان الشخص مسوي دايت حتى لو لخبط في الدايت وما خسر الا كيلو واحد هو يتاثر نفسيا، يعني يتحمس. طب كيف الانسان لما هو في كل شهر عباده وفي كل عباده يكسب قليل قليل من الفائده، كيف النسخه الجديده بتكون من شخصيته؟ اكيد اكيد احنا ما لن نقبل ان احنا نكون نسخ قديمه، اكيد احنا دائما نطمح انه السنه هذه ان شاء الله نلتزم بالعبادات وتكون ان شاء الله اهدافنا في الحياه كويسه، نكون شخصيات ايجابيه، فدائما اي شيء فيه طريق صحيح فيه هدف صحيح. كما يقول الدكتور صلاح الراشد مره علمنا واحده من العبارات، قال المستمر دائما متحسن. يعني احنا عشان نستمر في النسخ الايجابيه ونحصل على النسخ الافضل في حياتنا لازم احنا نستمر في الاشياء الايجابيه وفي الاشياء الصحيحه، يعني حتى على مستوى الاشياء الملموسه، يعني زي الرياضه، زي الاكل الصحي، كلما استمرنا لقينا يعني نتيجه اكبر، فما بالك بالروحانيات. ايوه، عشان كذا القانون الكوني قانون التوسع، وإن لموسعون، يعني أي شيء إحنا نستمر فيه إحنا راح نلاقي نتائجه، راح نلاقي بركاته، راح نلاقي احتمالات أفضل، راح نلاقي توسع في المدارك، توسع في الأفكار، توسع في الحياة، سعادة، كل شيء راح يكون حلو وطيب بإذن الله يا رب. شكرا. ويعني فعلا هذه هي أجواء رمضان، هذه هي أجواء الرحمة، نتمنى أن يعني أن تسكن في قلوب كل الناس حول العالم أينما كانوا. شكرا لوجودك معنا أسماء محسن المختصة في أو أخصائية النفسية، نورتينا في ديوان بلقيس. شكرا جزيلا لك، سعداء بوجودك معنا.